أرخ لكم الأمل اللي هو انتخبوا يوسف السيد هاشم الربيع عمر الشيوخ الدائرة الأولى منطقة الشرق، لما نجح فيما سمى أول مرة من 63 إلى 74 عضو، ما سمى وزير ونائب وزير الدولة، وبداها وزير بريد برق والهاتف وشيخ طريق رفع الصوفية، ونرشح بالتأسيس بس ورقت فيه مع أصوات قليلة. بس شوفوا الأمل، كان نظرته ثاقبة مبتسم عند فتشة ضروس ومملوح أبو يعقوب، وهذيل أهل الأمل، الناس اللي ساندوه في الدائرة. ثانية بيان من أهالي منطقة الشرق والسعة شور منصور بشاور يرد فيها على دعاءات، وكلهم هاي قائمة سيد عابد، سيد أحمد، سيد عابد الموسوي، يوسف، السيد هاشم الرفاعي، إسماعيل علي الدشتي، حسن جوهر حياة، حيدر بن نخي، وهذيل كلهم الأسر الكريمة وقفوا معاه، لأنه كان يعني ومع قائمته كان محبوب أبو يعقوب، ولا زال رحمه الله. وهذا الأمل الحقيقي، اقتدوا بهم وشكرا. هدد